أوقات طيبة لكل يلي عم يسمعونا على هواء راديو روزنا. حتى الأملاك العقارية بسوريا تأثرت بدعاية النظام بمكافحة الإرهاب، فمن يحمل الجنسية السورية لن يشفع له إذا أقرت محكمة الإرهاب المنشأة في سوريا منذ العام 2012 قيامه بأعمال إرهابية وفق منظور السلطات السورية، ما يعني أنه سنين طويلة من الشقاء والكدح رح بتروح سدى بسبب قرار بيحرم عائلات الخاضعين لتلك الأحكام من كل أملاك وأموال المنقولة وغير المنقولة. وخلافاً لأبسط مبادئ المحاكمة العادلة للأشخاص ومناقضة للدستور السوري القائل في المادة 52 منه بأنه حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء منصونة بالقانون، خلافاً لذلك عم بتكون سيناريوهات المحاكمة الجائرة للمعتقلين والمعتقلات بادعاء تهمة الإرهاب. كذلك تواجه عائلات الأشخاص المتهمين بالإرهاب مصير محفوف بكثير من المصاعب، لعل زوجة المغيب قسرياً أو المتوفى هي من تكون في مقدمة تلك المواجهة. تضيق الخيارات القانونية المتاحة أمامها لتحمي من خلال مستقبل عائلتها، بخاصة بعد الاستيلاء على الأملاك العقارية للزوج. بنتابع معكم اليوم سلسلة حلقات موسم الجديد من برنامج طابو أخضر. وصلنا للحلقة الثالثة على هواء راديو روزانا بالتعاون مع منظمة اليوم التالي والشراكة بالإنتاج مع نوفت وزون، واللي بنسلط الضوء فيه على حقوق النساء في الملكية العقارية وآلية استردادها والصعوبات اللي بتواجههن بخاصة في بلدان اللجوء. معكم بالإعداد والتقديم نيلوفر، وحلقة جديدة من طابو أخضر. بتتناول حلقة اليوم الظروف القانونية اللي بتستند إليها اللاجئة السورية بعد مصادرة أملاك زوجها المفقود والصادر بحقه حكم من محكمة الإرهاب. بنناقش عدد من المحاور، ما هو القانون الخاص بمحكمة الإرهاب أو بمكافحة الإرهاب ومحكمة الإرهاب في سوريا، ما هي آلية مصادرة الممتلكات، ما الفرق بين تجميد الأملاك ومصادرتها، أيضا ما الإجراءات التي تقوم بها اللاجئة السورية بعد أن صدر حكم على زوجها من محكمة الإرهاب وصدرت أملاكه، وهل من أمل أن تستعيد جزء من الممتلكات قبل صدور الحكم؟ غير من الأمور أيضا رح نتناولها متعلقة بالموضوع. رح نستقبل مشاركاتكم وأسئلتكم إما بالتعليقات على البث المرئي المباشر على صفحة روزنا الرسمية على فيسبوك، أو بالاتصال على الرقم 090-350-5238. فيكم تتصلوا معنا اتصال مباشر إذا كنتوا بتركيا، أو عبر الواتساب اتصال ورسائل. اسمحوا لي نرحب بضيفنا الأستاذ إبراهيم القاسم، محامي وحقوقي سوري، درس القانون في جامعة دمشق وهو عضو مجموعة ملفات قيصر. دافع عن الكثير من المعتقلات والمعتقلين السوريين أمام محكمة الإرهاب السورية، وعمل كمستشار الأمم المتحدة مع التركيز على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضا معهد راؤول ويليام بيرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ويعمل في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان على الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا والمسؤولية القانونية عنها. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم معنا اليوم ببرنامج طابو أخضر. حياتي لحضرتك وحضرتك للجميع إن شاء الله. رح نستهل حلقتنا بتقرير بيعرض أهم القوانين الخاصة بالاستيلاء على الممتلكات العقارية في سوريا والمتعلقة بتهمة الإرهاب، وبصوت الزميل عروة قنواتي. منذ
عام 2012 بدأت حكومة النظام تفعيل إجراءات قانونية مرتبطة بالممتلكات العقارية تستهدف المناطق والأشخاص المعارضين للنظام، بحيث تضمنت القوانين والمراسيم الجديدة والمعدلة تعريفات أوسع للعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب إلى جانب إنشاء محكمة قضايا الإرهاب. المرسوم 19 للعام 2012 والذي يعرف بقانون مكافحة الإرهاب، إذ يتضمن تعريف العمل الإرهابي وعقوبته، وهو يتسم بكونه تعريفا فضفاضا يتيح لحكومة النظام إطلاق وصف الإرهاب على كل معارض لها. المرسوم 22 ينص على إنشاء محكمة لمكافحة الإرهاب خارج إطار مجلس القضاء الأعلى والمعايير الدولية لتشكيل المحاكم وتطبيق المرسوم رقم 19، كما أن القرارات الصادرة عنها قطعية مبرمة، بحيث لا تقبل أي نوع من أنواع الاستئناف أو إعادة المحاكمة أو الإلغاء والإسقاط. المرسوم 63 للعام 2012 وهو خاص بسلطات الضابطة العدلية، بحيث يمكنها أثناء عمليات التحقيق التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، كما الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب، أن تطلب خطيا من وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم، كما يحق للنيابة العامة وقاضي التحقيق أثناء نظر الدعوى اتخاذ ذات الإجراءات، بما في ذلك المنع من السفر إلى حين البت في القضية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. منذ العام 2011 صدر أكثر من 45 قانون صادر عن مجلس الشعب ومرسوم صادر عن الرئاسة خاص بالعقارات، سواء مساكن أو أراضي سكنية، وضمن سلسلة تشريعات تم تبريرها بإعادة الإعمار بسوريا بعد الحرب. قبل الخوض في التفاصيل وضمن إطار عام، برحب فيك من جديد أستاذ إبراهيم، وخلينا نبدأ بتأثير قانون مكافحة الإرهاب على مصادرة الأملاك العقارية في سوريا. حياتي مرة ثانية. هلا خلينا نقول احنا بالاساس قانون الارهاب هو كان استمرار للقبضه الامنيه اللي موجوده بسوريا للاجهزه الامنيه، كان احد الاذرع الاجهزه الامنيه لتنفيذ قراراتها بملاحقه الاشخاص المعارضين للنظام او المدنيين حتى اللي ما لهم اي نشاطات معارضه للنظام، بغايه هي مثل ما حكينا ارهاب الناس وتقييد حركتهم وتقييد ملكياتهم، واستمرار ايضا كمان لسياسه النظام اللي هو بالاساس بيعتمد على العقارات والملكيات لاحد الوسائل لتثبيت حكمه، لانه مثلا بنقول كان يعتمد على انشاء عشوائيات بمناطق معينه لجهات معينه لاشخاص معينين لحتى يقدر يكون بدمشق على فرض على سبيل المثال اربع مناطق عشوائيه للسكن، هي كانت الغايه منها محاصره مدينه دمشق بحد ذاتها من اشخاص موالين للنظام بشكل او باخر. بشكل ثاني كمان بنقول انه عدم تنظيم الملكيات مثل ما الحاله الموجوده بسوريا، في عندنا كثير من الحالات معروف انه في عندنا شيء اسمه الطابو او الملكيه بموجب السجل العقاري، والملكيات الثانيه اللي ممكن اثباتها بالسجل الكاتب العدل او قرارات المحاكم او العقود القطعيه الغير مثبته. هون عم نضل بنشوف في عندنا عدم تنظيم للملكيات، وهذا بيساعد النظام دائما للمستقبل لحتى يكون مسيطر على كل هذه النواحي، بيتحكم باحد مفاصل الحياه المهمه للسوريين، لانه احنا بنعرف انه السوريين هذه العقليه الموجوده عندنا دائما كل عمله بيتجه لحتى يامن مستقبله بمنزل له لاسرته للقبل، فبتكون كل محصيله عمله وتعبه وثمره حياته او جهده كله مركزه بمكان واحد اللي هو المنزل او العقار اللي هو ماله. نعم، أكيد تفاصيل يعني كتير مهم أنه توقف عندها أستاذ إبراهيم، رح نوضحها أكثر بعد سمعنا لشهادة حية من خلال عرض ديكو دراما. هي قصة واحدة بتحكي بلسان لكتير من السوريات، تجربة بتكشف بعضا من الصعوبات اللي بتواجهها السيدات السوريات اليوم بسبيل كسب حقوقهم العقارية عن طريق القانون. رامية سيدة سورية لاجئة اليوم في لبنان، زوجة متوفى جراء الاعتقال، حصلت على شهادة وفاته من مستشفى تشرين
وجهت له تهمة الإرهاب ووضعت إشارة حجز احتياطي على أملاكه. رح ننتقل مباشرة لنسمع. حدا يفهمني شو عم يصير؟ لك لوين اخذينه؟ لك شو عامل؟ فوتي نضبي لجوا احسن ما نضبك معه. طلعوا بهالسيارة لهالارهابي. ثاني يوم انا دغري بنفس اليوم نزلت سالت، طلع انه في تقارير وكذا وامور انه عاملين عليه شيء. فبقى وقت سالت عرفت انه 215، طبعا غير الواسطات اللي حطيناها والمصاري اللي راحت بس لحتى نعرف انه فرع. بعد تقريبا شيء 7 شهور قدمت على القضاء العسكري. زوجك مو عندنا، ما انا موجود، روحي راجعي الشرطه العسكريه. بنفس اليوم حولنا على مشفى تشرين. انا هون انصدمت انه يعني هو مرضان ولا؟ قال لي لا مو مرضان، هن بيقولوا لك شو هو. اضطريت اروح راجع مشفى تشرين، بعدين رجعت مشفى تشرين عشان شهاده وفاه بتاريخ 14/8/2013. بعدها بلشت اشتغل باوراق الوفاه، يعني انا لانه كزوجي موظف بوزاره السياحه، هذا خلاني انه لازم انا بلش بالاوراق لحتى اقدر اعيش انا واولادي. يعني فتره صرت ما بعرف شو بدي اعمل، ضايعه بس بدي شيء اتثبت فيه. مشيت الاوراق، طبعا الوظيفه عملوا له كف يد انه حطوا له تهمه ارهاب. تركت كل شيء وطلعت، اخذت اولادي وطلعت على لبنان. يعني لا بيت لا قعده لا شيء، لحش بالطريق تبع 4-5 اشهر لحتى اخذت غرفه هي كانت البيت، غير النوم والقعده والاكل والشرب فيها، كان كل شيء فيها. يعني لك يا عيب الشوم عليكي، انت عم تضحكي علي ولا على العالم؟ بيتك عليه إشارة حجزه عم تعرضيه للبيع؟ شكيتك لله، أنا صاحب مكتب من طول عمري وسمعتي مثل الليرة، بدك تورطي الناس بمصايبك؟ تخيل إنه أنا يعني بيجيني صاحب مكتب بيقول لي أنت عم تلعبي على العالم، يعني بعد ما كانت الاتفاق عم بيع يعني، وأنا كنت مضطرة لمصاري. إنه سألت، بعثت حدا بسوريا يعمل لي بيان عقاري، بيطلع إشارة حجز ل صالح الأمن الوطني، حجز احتياطي. هون بيكون على أموالنا المنقولة وغير منقولة. هلا في عنا بيت قائم معفش ومسروق بس كامل، ما في شيء الحمد لله، يعني بيتزبط. بس عنا مزرعة بأراضي الزراعية بدارية، طبعا هي 90% مدمرة. مرحلة عجز، لا قادر أرجع على سوريا، لا قادر أضل بلبنان. طيار في شهر تموز من العام 2019، قالت منظمة هيومن رايتس واتش أن حكومة النظام تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين عبر تجميد أموال المنقولة وغير المنقولة. وطالبت النظام بإنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم. كانت Human Rights Watch قد وثقت استخدام السلطات السورية لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان والاعتراض السلمي. كما بينت بأنه المرسوم 63 الصادر عام 2016 واللي بيمنح أجهزة الأمن والشرطة بمعرض التحقيقات اللي بتجريها بشأن الجرائم الواقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواردة في قانون الإرهاب أن تطلب من وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم. وبينت هالشيء وبين ذلك المرسوم يعني
أنه بيعطي السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمه، كما مشتبه بأنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب للعام 2012، حتى عندما لا يتهمون بأي جريمة، بالإضافة للعيوب الجوهرية بهذا القانون وعدم احترامه للإجراءات الواجبة. أظهر بحث أيضاً أن طريقة تنفيذ الوزارة أحكام القانون بما في ذلك استهداف أسر الأشخاص المدرجين على اللائحة عم بتشكل عقاب جماعي وعم تنتهك الحق في الملكية. أستاذ إبراهيم، برجع لعند حضرتك، كيف بنوضح القانون الخاص اليوم بمكافحة الإرهاب ومحكمة الإرهاب؟ يعني هو قانون الإرهاب بحد ذاته مثل ما تفضلتي هو كان قانون فضفاض، يعني حتى المصطلحات المستخدمة بتعريف الأعمال الإرهابية كان كتير واسع. وإذا بننتبه كمان لحتى إنه القانون بذاته هو تنفيذ لسياسة النظام بحد ذاته من شكل أو بآخر، لما بشار الأسد صرح إنه نحن عنا مشكلة مع إرهابيين والبيئة الحاضنة إلهم، فهون كانت الحالة الأشخاص اللي تم توجيه التهم إلهم نسبة كبيرة منهم هم تهمة تمويل الإرهاب ودعم الإرهاب، وهذا بيشمل البيئة الحاضنة مثل ما بيسهل محاسبة البيئة الحاضنة من خلال تنفيذ لخطاب بشار الأسد من خلال استهداف الأهالي وذوي المعتقلين أو حتى أشخاص المعارضين لهم. فهون هذا القانون كان عم يستهدف مثل ما حكيت الفئة الأوسع اللي من المدنيين اللي ممكن يكونوا الأشخاص المعارضين بأماكن كانوا مناطق خارج سيطرة النظام أو خارج البلاد، ولكن حتى يقدر النظام كمان يستمر بمضايقتهم من خلال ملاحقة أهاليهم بحجة دعم الإرهابيين أو دعم الأشخاص المعارضين لسياسة النظام. لما نشوف نحن الأحكام اللي عم تصدر بهذه المحكمة نشوف أحكام فضفاضة، كمان أحكام واسعة، وآليات تطبيقها هي آليات كتير تعسفية ومخالفة لكل المبادئ المعايير المحاكمات العادلة وللدستور السوري نفسه من عدة نواحي. إذا بدنا نحكي بما يتعلق بالعقارات أو الملكية، الأصل بموجب الدستور السوري إنه لا يجوز مصادرة الأملاك الأشخاص إلا بالأساس ولا يجوز، لكن في حالات معينة نص عليها الدستور السوري إلى إمكانية الحجز، واللي ممكن مثلا المنفعة العامة لتحقيق منفعة عامة، ولكن يجب أن يكون ذلك بمرسوم أو قانون بمقابل تعويض عادل يعادل قيمة العقار المصادر أو الأرض إذا بدنا نحكي على أرض زراعية بشكل عادل، بيكون ما يكون في أي غبن لصاحب الملكية. حالات تانية مثلا إذا في كان استخدام لضرورات الحرب أو حالات الكوارث، هون كمان ممكن للدولة تضع إيدها على عقارات، لكن كمان لازم يكون في مرسوم وقانون وتعويض عادل للأشخاص. فالأصل بالأساس أنه لا يجوز، ولكن في حالات استثنائية نص عليها الدستور السوري لمصادرة الممتلكات والعقارات، وهذا الشيء بنشوفه بمحكمة الإرهاب طبعا لا يطبق لأنه عم يتم تجاوز الدستور والقوانين الثانية من خلال محكمة استثنائية بتأسيسها وتطبيقها وأحكامها بشكل عملي يوميا. طيب أستاذ، هون يعني وفق القانون السوري وبخاصة بهذا القانون الخاص بمكافحة الإرهاب، كيف بيتم تصنيف العمل على أنه إرهابي؟ يعني هون برجع بقول لك انه هون العبارات الفضفاضه اللي خلاها القانون الارهاب خلانا نقول انه بموجب القانون اي شيء ممكن يحدث ارهاب او ذعر لدى الناس، ولكن هذه الكلمه بحد ذاتها فضفاضه لانه كمان ممكن يكون بعده اشكال مثل استخدام الاسلحه، مواد جرثوميه، مواد كيماويه، ولكن هذا القانون مدعم بقوانين تانية. حتى مثلا ممكن انت صرنا عم نشوف مكافحة الجريمة الإلكترونية، قانون الجريمة الإلكترونية صار مجرد أي تعليق معارض للنظام أو تعريض أو مثلا تعليق على انهيار العملة كمان ممكن يكون دعم للإرهاب. فهو يعني مصطلح فضفاض فبيرجع تقديره للأجهزة الأمنية بالمرحلة الأولى، ولاحقا لما يتم إحالة الملفات والمعتقلين إذا خلينا نقول بين قوسين اللي سعيدين الحظ بيكون بالحالة لأنه في أمل هون يكون في إطلاق صراحة مو مثل باقي المعتقلين اللي لا يزالوا مختفين قسريا. هون بترجع كمان للمحكمة وللنيابة العامة كيف توصف الجريمة أو الفعل اللي منسوب للشخص اللي أمام محكمة الإرهاب.
كمان هون يعني وفق مواد قانون مكافحة الإرهاب، في كان آلية لمصادرة الممتلكات، كان في توضيح لمفهوم الأموال المنقولة وغير المنقولة. كيف عم بتتم كانت آلية المصادرة، مراحلها؟ خليني اقول لك انه بالاساس يعني النظام لما بيطبق اي قانون او اي قرار هو بيكون في استراتيجيه، فعلا استراتيجيه للمستقبل ومو استراتيجيه انيه. يعني اذا بنشوف القرارات او القوانين والمراسيم اللي صدرت فيما يتعلق بالعقارات من 2011 لحد الان، من انطلاق الثوره لحد الان يمكن تجاوزت ال 45، ما يقارب ال 60 تشريع او اكثر يمكن حتى، فيما يتعلق بالعقارات والاموال والممتلكات. ولكن آلية التنفيذ لهي الاستراتيجية هي بتكون هون ظاهريا هي عشوائية عشوائية من خلال الأشخاص اللي بيطبقون، ولكن هي فعلا لا بتكون مدروسة في سبيل استخدامها لتنفيذ هي الاستراتيجية للمستقبل. لأنه هي التشريعات إذا بدنا نقول من 2011 لحد الآن، هي الحجم الكبير من المراسيم والتشريعات ما المقصود فيها هي المرحلة الراهنة، هي لا المقصود فيها لسنوات طويلة لعشرات السنين القادمة. لأنه نحن لما بدنا نقول الحال حاليا النزاع انتهى او النظام تم رحيله او بشكل اخر تم تصفيه الوضع الحالي بشكل او باخر، حكومه جديده نظام جديد، هذه العمليه راح تتراكم لسنوات طويله. خليني اعطيك مثال بسيط انه نحن لحد الان مثلا لغايه السنه يمكن الحكومه البريطانيه لحتى اغلقت ملف استرداد الممتلكات وتعويض الممتلكات فيما يتعلق بحرب العالميه الثانيه. فهون للأسف هذا الشيء رح يكون لسنوات طويلة للمستقبل، رح يأخذ عشرات السنين، وهذا يمكن عمليا رح يكون، ولكن نظريا حاليا رح يكون مؤسف كثير هذا الكلام، ولكن في التطبيق القانوني رح يأخذ وقت، لأنه نحن عم نحكي على تغيير المراكز القانونية من أشخاص متعددين، وكان هذا مقصود طبعا، لأنه النظام مو دائما بكون عم يتشتري العقارات أو بيصادرها بشكل مباشر لمصلحة الدولة. أحيانا بيكون مصادرة الأموال أو شراء العقارات من أشخاص وسطاء بيكونوا تابعين له، فبيتم عدة عمليات شراء بهاي للعقارات. فلما بدنا نرجع نطالب بحقوق الأشخاص الأصليين، فهون رح تكون عندك أنت عقبات قانونية، إجراءات قانونية قضائية رح تأخذ وقت طويل جدا. نعم. إذا بنقول للآليات التنفيذ، النظام اتبع عدة آليات. إذا بنشوف المراسيم القانونية، هي الأصل أنه القرارات الحجز التنفيذي والاحتياطي تصدر عن المحاكم العادية. الاحتياطي حاليا أثناء نظر المحاكمة الملف أو القضية، الإجراء التنفيذي لما بتكون صار الحكم قضائي. بما يوازي ذلك، المحكمة الإرهاب عندها حجز، عفوا، أول شيء عندنا تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة أثناء التحقيقات وأثناء المحاكمة، وهون بيكون في عنا دور إذا بدنا نحكي أثناء التحقيق الأجهزة الأمنية اللي بتقدر مباشرة بدون الرجوع للقضاء تصدر أوامر لوزير المالية إنه الحجز على أموال الأشخاص اللي هم تحت التحقيق حتى هم داخل الأفرع الأمنية وقبل إحالتهم للقضاء، أو لما يتم إحالتهم للنيابة العامة أمام محكمة الإرهاب، النيابة العامة ممكن كمان تصدر أوامر أو قرارات للإحالة للوزير المالية لينفذ هذه تجميد هذه الأموال. ولما يصدر الحكم بشكل قطعي أو مبرم بيتم تنفيذ هذا التجميد، بيصير مصادرة. كمان في آليات تانية اللي هي مثل ما حكيت من خلال وزير المالية، في عنا وزير المحلية، وفي عنا مجلس المحافظة بيقدروا يصادروا هاي الأموال من خلال مراسلة وزير المالية. في عنا كمان بال 2019 صدر مرسوم خاص بمصادرة أموال الأشخاص المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية واللي تجاوز 42 سنة وما دفعوا البدل. كمان هون صار في حجز تنفيذي، هون كمان الحالة أخطر لسه، ما مرت بمرحلتين التجميد والمصادرة، لا مباشرة نحن عم نشوف حجز تنفيذي على أملاك الأشخاص. ولاحقا من كم 2021 كان في تصريح لأحد الضباط أو وزارة الدفاع أنه ممكن هذا الحجز يمتد لأموال عائلات الأشخاص اللي مستهدفين بموجب هذا المرسوم. نعم. طيب هون يعني عدد من المفاهيم هي بحاجة لتوضيح لكل اليوم عم يسمعونا وعم بيتابعونا. مفهوم الأموال المنقولة وغير المنقولة أستاذ؟ يعني بالقانون السوري العقارات أو الأموال غير المنقولة هي كل شيء مستقر، ولما بيكون بيؤدي نقله إلى مكان آخر هو التلف. وهنا نحن عم نحكي على الأبنية، على الأراضي الزراعية اللي لا يمكن نقله. عدم ذلك هو كل شيء يعني قابل للنقل دون تلف فهو من الأموال المنقولة.
فالعقارات او الاموال غير المنقوله هي الثابته المستقره اللي بيؤدي نقله الى التلف، هي بموجب القانون السوري. لكن حتى هذا المفهوم، نحن في عندنا عده انواع على العقارات بسوريا كمان، يعني هي وهذه واحده من الاشكاليات بالمستقبل راح تكون او التحديات خلينا نقول، لانه انواع العقارات مختلفه بسوريا حتى من خلال توصيفها او من خلال اثباتها حتى، او اسناد الملكيه اللي بتثبت ملكيه الاشخاص لهذه العقارات او لهذه الممتلكات. نعم. طيب هون تجميد الاموال ومصادرتها ذكرت انه في فرق بين الحالتين، لو نوضحه كمان لو سمحت. التجميد مثل ما حكيت انا بالبدايه انه هو ما يوازي الحجز الاحتياطي، التجميد هو منع او حظر التصرف بهي الاموال اثناء اجراءات المحاكمه والتحقيق، يعني ممكن هذا يستمر لسنوات طويله، لانه مثل ما حكيت ممكن الاجهزه الامنيه تبلش في هذا التجميد، وممكن من خلال النيابه العامه امام محكمه الارهاب تستمر فيه، او قاضي التحقيق اللي ممكن، او حتى محكمه الجنايات اذا كان شافت انه ما في حجز على او تجميد لهذه الاموال من خلال المراحل السابقه للتقاضي، ممكن حتى محكمه الجنايات الارهاب ممكن تصدر هذا التجميد. لاحقا لما بصير القرار مبرم بالادانه ينتقل بتحول مباشرة من التجميد للمصادرة، وهون بتعود الأموال الملكية للدولة أو لبعض المتضررين إذا كانوا في متضررين وفق الاتهام الموجه للشخص، هون بتنتقل للمصادرة، بتنتقل الملكية كاملة للدولة أو لتعويض بعض الأشخاص إذا كان تم بيعها بالمزاد العلني. طيب إذا هون كمان في إشكالية كتير كبيرة عندنا، لأنه المفروض لما يصدر حكم مثلا قطعي بالبراءة المفروض التجميد ينتهي يعني بموجب هذا القرار، لكن عمليا للأسف ما عم يتم هذا الشيء، عم يتم تنفيذه بالإدانة بصير مصادرة، لكن لما بيتم بالبراءة أو منع المحاكمة ما عم يتم رفع هذا التجميد للأموال، فبترجع الأشخاص المعتقلين أو المعتقلات أو عائلاتهم بده يقوموا بإجراءات لاحقة لحتى يرفعوا هذا التجميد عن أموال الأشخاص المعتقلين. نعم. هون حابي كمان أسأل، يعني هل فينا نستأنف، هل ممكن الاستئناف أو الطعن بالقرار من ذوي المعتقل أو المعتقلة بخاصة مع حالة إثبات الوفاة؟ هلا نحن خليني أقول لك، أول شيء بالمحكمة الإرهاب أو بالقضايا أمام محكمة الإرهاب في كمان يعني من الإجراءات التعسفية أنه لغى المرسوم، لغى مرحلة من مراحل التقاضي اللي هي مشوفة بالجرائم الجنائية اللي هي قاضي الإحالة، هون ما في عندنا هاي الدائرة، فنحن نشوف دغري تحقيق جنايات لمحكمة النقد، القرار قابل للطعن بالنقد، وهي قرار يعني محكمة الغرفة محكمة الإرهاب بمحكمة النقد، خليني أقول لك هي أقرب للقانون مانا للموضوع، بتشوف قديش المحكمة راعت القانون أو لا، ما بتشوف بالأدلة أو الموضوع نفسه بحد ذاته، وهون عندنا تحدي كتير كبير اللي هو في بموجب المادة السابعة من قانون أحداث محكمة الإرهاب اللي هي أنا بعتبرها أخطر مادة بالقانون بصراحة، لأنه أعطت صلاحيات واسعة للمحكمة للقاضي التحقيق ولمحكمة الجنايات بتقدير الأمور أو عدم اتباع الأصول المتبعة بالإجراءات الجنائية، فهون نحن عم نحكي على صلاحيات واسعة مطلقة ما في أي قيود متبعة بالإجراءات الجنائية العادية، وهون مكمن الخطورة أثناء تنفيذ هذه القوانين. نعم. كمان يعني في سؤال، في إذا بدنا يعني إذا لم كيف نتأكد أو نعرف إنه إذا كان عندنا حدا مغيب قسرياً ربما هو معتقل، إنه في إشارة حجز على ممتلكاته، كيف بنقدر نعرف هل هذا الأمر متاح لذوي المتهم؟ طبعاً هلا بدنا نشوف، بس حسب أول شيء نوع العقار، إذا كنا عم نحكي مثلاً على ملكية سجل عقاري بدنا نشوف الـ بالسجل العقاري بيكون في كشف بيان بالملكية لعقار معين، بنشوف إشارة الحجز المفروض تكون موجودة على هذه الملكية إذا تم تنفيذها مباشرة من قبل وزارة المالية، هذه الحالة. في حسب الملكيات كمان في عندنا شيء اسمه السجل المؤقت، في عندنا كمان مؤسسة الإسكان، حسب نوع العقار حسب ملكيته وسند الملكية فيه، في عدة حالات، فهون بيكون بكل مكان بالأماكن ممكن الأشخاص حسب ملكيتهم أو حسب نوع العقار اللي هم متملكينه أو ذويهم ممكن يراجعوا هاي الدوائر ليشوفوا قديش في إشارات حجز عليها أو مصادرة، خلينا نقول هون لأنه عم نحكي عن تجميد ومصادرة، إذا في تجميد لمصلحة الدولة أو وزارة منفذته وزارة المالية من خلال الكشف عن هاي الملكيات أو التسلسل الأبجدي، في عدة آليات يعني متعارف عليها بين المحامين
بسوريا او بين الناس اللي عندهم ممتلكات، ممكن يتبعوها لحتى يشوفوا قديش في مثلا حجوزات او مصادرات او تجميد لاموال. طب هون لما بيعرفوا انه عليهم اشارة حجز وقبل ما يصدر القرار، هل في عندهم يعني اجراءات قانونية ممكن يستغلوا هذا الوقت قبل ما يصدر حكم المصادرة فيهم يقوموا فيها؟ للأسف هون يعني هون المشكلة، مثل ما قلت لك انه بالمادة السابعة من قانون احداث المحكمة اعطى صلاحيات واسعة لقاضي التحقيق وقاضي المحكمة ورئيس محكمة الجنايات انه هم اشخاص بيقدروا يرفضوا اي شيء، يعني حتى مثلا اخلاءات السبيل بسهولة بتتم رفضه، لازم المفروض بموجب القوانين السورية أن يتم البت بأي إخلاء سبيل خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه، وأنت حق المتهم كل 24 ساعة يقدم طلب إخلاء سبيل جديد. لا، محكمة الإرهاب ما في هاي الآلية حتى يعني على هذا المستوى. ليش؟ لأنه صلاحياته واسعة. فالأهالي هون مقيدين للأسف بهذه الحالة. لاحقا إذا بدنا نقول حدثت لا سمح الله وفاة أو أي شيء، ممكن يطعنوا بالقرار، ممكن يجربوا من خلال الطعن بالقرار بصفتهم ورثة أمام محكمة النقض، أو يقدموا طلب أمام محكمة الجنايات الإرهاب نفسها لحتى يرفعوا الحجز، أو للنيابة العامة بالمحكمة الإرهاب. وهنا كمان برجع بقول لك الصلاحيات الواسعة والتقديرية لهدول القضاة لهي المحكمة عم تكون عائق كبير أمام الأشخاص لحتى ياخذوا أي قرارات، لأنه بالأخير ما في رقابة عليهم، ما في رقابة قضائية، خليني أقول لك في رقابة الأجهزة الأمنية، لأنه هم الأشخاص أصلاً بالأساس معينين بموجب توصيات من الأجهزة الأمنية بموجب مرسوم من بشار الأسد بصفته بين قوسين رئيس الجمهورية. نعم، في عندي سؤال وصلنا على الواتساب من محمود أشرم، بيقول في بنت في سوريا عاملة وكالة عامة غير قابلة للعزل لزوجها بأملاكها، وزوجها عليه محكمة إرهاب، هل الوكالة اللي عاملت له إياها بتحرمها من أملاكها؟ طالما هو الوكالة ما تم استخدامها لنقل الملكية الخاصة بالسيدة لزوجة فهي محمية بشكل أو بآخر، إلا إذا كان المصادرة أو التجميد امتد لأموال العائلات الأشخاص المتهمين، هون بتكون في مشكلة كمان. أما طالما ما تم نقل الملكية بشكل رسمي لاسم زوجة فما في كتير خطورة. ولكن كمان بنفس الوقت خليني لك، أحيانا حتى عناصر أو الأجهزة الأمنية هون بيلعبوها بطريقة ما بعرف الوصف غير قانوني، أقل شيء بدي لك عنه، ممكن يضغطوا على الأشخاص المعتقلين ليستخدموا هاي الوكالات العامة إذا عرفوا فيها لحتى ينقلوا الملكيات تحت التعذيب تحت الإرهاب، حتى يوقعوا على مستندات بيع وشرافة. هون كمان بيكون عندنا شيء جديد، كمان تحدي جديد، وخاصة مثل ما بنعرف نحن حتى الملكيات بسوريا جزء كبير من السيدات والثقافة السورية المجتمعية أنه الممتلكات لازم تكون باسم الزوج أو الأخ أو الأب أكثر من الزوجة أو الأخت أو الابنة. نعم، وهذا عم يدخل الملكيات وخلي تحدي كبير أمام السيدات لإثبات ملكياتهم وحقوقهم. نعم، بدي أتشكرك جدا أستاذ إبراهيم، نحن رح نتابع معك ومع كل يلي عم يسمعونا برنامج طابو أخضر وعن مصادرة أملاك المتهمين بالإرهاب في سوريا وتأثر ذويهم خاصة النساء. رح نسمع تقرير عن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بحكم محكمة الإرهاب من جديد بصوت الزميل عروة قنواتي. تعتبر محكمة الإرهاب كياناً استثنائياً لا يحقق مبادئ التقاضي العادل، ما ينعكس على مشروعية أحكامها بمصادرة أملاك المدانين من المتهمين أمامها، كما يؤثر ذلك على تعامل الغير مع أحكام المحكمة كالمشترين في المزاد العلني لأملاك المحكوم عليهم. ومحكمة الإرهاب مشكلة من ضباط لا قضاة لا توفر الضمانات التي تقرها المبادئ القانونية للمتهم كالحق في الدفاع وتوكيل محام والعلنية في الإجراءات والتقاضي على درجتين، بالإضافة إلى ذلك فمحكمة الإرهاب تصدر أحكامها بدوافع سياسية وتعتبر منحازة سياسيا وموجهة للقصاص من معارض النظام وتعميم صفة الإرهاب عليهم، ما يجيز للمحكمة مصادرة أملاكهم. ووفق ما ذكره تقرير لموقع سيريا ريبورت، فإن المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب تؤكد على أن محكمة الإرهاب تصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم المدان المحكوم عليه أمامها، وفي التنفيذ
وبعد أن يصبح قرار الإدانة مبرما لا يقبل الطعن، ترسل المحكمة كتابا إلى إدارة أملاك الدولة التي تتولى تنفيذ المصادرة بطريقتين، إما بنقل ملكية العقار وتسجيله على اسم الجمهورية العربية السورية لدى مديرية المصالح العقارية، أو بيعه بالمزاد العلني عن طريق القضاء. تحاكم المحكمة المدنيين والعسكريين والأحداث على حد سواء بما يتعارض مع قواعد الاختصاص القضائي، ويعين قضاة المحكمة من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما يعتبر انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات بحسب ما أشار إليه التقرير. إذن المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 نص الصراحة على أنه في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وبذلك يعني أضفى القانون 19 صفة العموم والشمول لجميع الجرائم، وبالتالي ما يصدر من عقوبات بحق المحكومين بقضايا إرهاب ولو مزعومة هو مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم. أما قبل صدور الحكم فيكون الإجراء المتخذ بحق المتهم هو تجميد الأموال. الجدير بذكره بحسب القانون 19 لعام 2012 فالمصادرة هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها للدولة بموجب حكم قضائي مثل ما ذكرت أستاذ إبراهيم. أيضا بعد صدور القانون 19 توسع نطاق المصادرات لحدود غير مسبوقة، والأمر اللي دفع وزارة المالية لإحداث مديرية الأموال المصادرة بدلا من دائرة، والمديرية كانت عم تكون أوسع من الدائرة وعم تتبع لها دوائر متعددة. ما قانونية محكمة الإرهاب أستاذ إبراهيم وقراراتها في سوريا؟ يعني نحن عم نحكي على محكمة استثنائية بالأساس، فهي مخالفة للدستور السوري ومخالفة لحتى لأي معايير المحاكمات العادلة بأي موجب القوانين الدولية. لكن للأسف الواقع هو اللي عم بيصير أنه حالياً نحن عم نحكي على إجراءات عم بتتم بشكل إداري بشكل تسلسلي. لما نحن نتبع القوانين لإلغاء هاي الإجراءات ما عندنا هذه السلطة المباشرة لنلغي القرارات أو القوانين، فلازم نتبع الإجراءات القضائية المعتمدة حالياً، وحتى مستقبلاً راح يكون هي واحدة من العقبات أمام إعادة الممتلكات لأصحابها أو على الأقل التعويضة للأضرار اللي ناجمة عنا من عدم فوات المنفعة أو لتدميرها أو أي شيء تاني. وهون نحن رح نرجع نشوف الإجراءات قديش القوانين الموجودة بسوريا قادرة لتساعد على هاي العملية الاسترداد أو التعويض. ومثل ما حكيت من الأول إنه هاي دي القوانين اللي عم تصدر فعلياً بعد 2011 هي يعني مستقبلية، ما أنا للمرحلة زي ما نسميها حالة النزاع المسلح الحالي اللي عايشية فيها سوريا حالياً من اندلاع الثورة، فهي للمستقبل لحتى تعيق هذه العمليات لاسترداد الأموال أو جزء منها، لحتى تعيق مثلاً عودة المهجرين واللاجئين لأماكن سكنهم الأصلية، لحتى تحدث هذا التغيير الديموغرافي. فهي كل هذه القوانين أثرها رح يكون أخطر في المستقبل لأنه رح تكون إلغاء بحاجة كمان لثورة تشريعية، خليني أقول لتوازي إلغاء كل هاي التشريعات أو القوانين أو تعديلها على الأقل لحتى تضمن إعادة الحقوق لأشخاصها. لأنه نحن عم نحكي حالياً عندنا تعسف من السلطة، عندنا تجاوز السلطات مثل ما حكينا مثلاً بالتقرير في استخدام تجاوز السلطات على السلطات القضائية لرئيس السلطة التنفيذية. هون نحن بالمستقبل عم نحكي بدولة مؤسسات دولة قانون، فما رح نكون عم نتبع نفس الإجراءات اللي نحن عم نشكو منها حالياً أو اللي عم نقول إنه فيها انتهاك لحقوقنا. أكيد رح يكون في إجراءات قانونية وإجراءات قضائية متبعة وفق الأصول وفق القوانين الدولية بهذا الخصوص. يعني إذا رجعنا كمان للمحكمة والمحاكمة هون، قديش في شرعية لتداول عقارات المتهمين بالإرهاب اليوم بالمزاد العلني؟ بموجب القوانين الموجودة التعسفية هي إجراءات قانونية، يعني إذا بدنا نحكي على موجب القوانين. لكن لما ننظر نراعيها هذه مقارنة مع الدستور السوري بحد ذاته هي مخالفة للدستور السوري على الأقل، إذا بدنا نقول ما أنا مخالفة للاتفاقيات الدولية المنضمة إلى سوريا، على الأقل هي مخالفة للدستور السوري. وطالما الحكومة السورية دائما تتهرب من الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية بحجة الخصوصية والسيادة الوطنية والاستقلال، هون في مخالفة واضحة وصريحة للدستور السوري بالمادة 15 بالمادة 51
من الدستور السوري ولكل الحقوق الأشخاص بالتقاضي والمساواة بالتقاضي والمساواة حتى بالتملك، إذا بدنا نحكي ما يكون في تمييز بالتملك. لأني خليني أقول لك بالأساس، إذا بدنا ننظر لما قبل 2011 بنشوف الإشكالية العقارية بسوريا بحد ذاتها هي واحدة من أسباب الثورة السورية بال 2011، لأنه كان في كمان تسلط ومصادرة أملاك للأشخاص بحجة المنفعة العامة وما يسمى الاستملاك هون، وعدم تعويض الأشخاص بشكل عادل. كل هذه كانت واحدة من أسباب اندلاع الثورة بسوريا، مو فقط التعذيب والإرهاب، كمان ضياع حقوق الناس، كمان واحدة تسلط على ممتلكاتهم، واحدة من أسباب اندلاع الثورة من وجهة نظري. طيب أستاذ إبراهيم، يعني بالعودة إلى القانون السوري، نصت المادة 7 من القانون 22 لعام 2012 واللي أحدث محكمة الإرهاب على أنه المحكمة ما بتتقيد بالأصول المنصوص عليها بالتشريعات اللي بتطبق المحاكم العادية، وبالتالي بيعود تطبيق هاي الإجراءات والأصول لتقدير محكمة قضايا الإرهاب. كما بيناقض هذا الشيء مثل ما ذكرت المادة 51 من دستور 2012 والقائلة بأنه حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، يعني وهذا بيخالف أبسط مبادئ المحاكمة العادلة بالأشخاص. لكن هل يمكن الاستناد لقانون العقوبات السوري بالمواد 147 و148 واللي بيّنت الأسباب اللي بتسقط قانون الأحكام الجزائية أو بتمنع أو بتعلق تنفيذ زمنه وهو وفاة ومنه وفاة المحكوم عليه، وأنه الأسباب اللي بتسقط الأحكام الجزائية أو بتمنع تنفيذها أو بتعلقه لا مفعول لها على الإلزامات المدنية اللي بتبقى خاضعة لأحكام القانون المدني؟ أيضا عالج قانون أصول محاكمات جزائية هي الناحية القانون بمواده من المادة 434 وحتى 443، وفقا لذلك يعني هون دعوى الحق العام تسقط بوفاة المدعي العام. هل ممكن هون نقول أنه وفاة المتهم قبل صدور القرار هل يوجب هون على المحكمة إسقاط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه؟ وهل يمكن هون للمحكمة أن تحكم بالمصادرة وبالتالي يعني من مصلحة ذوي المتوفى إثبات وفاته لتقوم المحكمة تلقائيا بإسقاط الدعوى دعوى الحق العام؟ يعني بالأساس والأصل المفروض أنه بإسقاط العقوبة بإسقاط الملاحقة بسبب الوفاة توقف الإجراءات، ولكن ما بيمنع أنه المحكمة كونها هي محكمة استثنائية ما عم تتقيد بالأصول والإجراءات المتبعة بالإجراءات العادية بالملاحقات العادية. هون الإشكالية والتحدي، أنه هذه المحكمة مثل ما حكينا هي استثنائية بكل شيء، يعني وهي المادة 7 هي أخطر مادة فعلا، يعني لأنه عم ترجع بالأخير لتقدير القضاة اللي عم ينظروا بهي الملفات والمحكمة النقد. القضاة هون ممكن الأشخاص أصحاب الحقوق أو الورثة ممكن يقدموا طلبات، ما في شيء بيمنع الأساس، ولكن برجع بقول لك هون ترجع كلها لتقدير القضاة بمحكمة الإرهاب لهذا الموضوع. كمان في عندك هون شك مشكلة تانية أو تحدي تاني، اللي هو لما بيكون المصادرة والتجميد صادر عن الأجهزة الأمنية مباشرة لوزير المالية، وهذا بيصير بكتير حالات بالحالة السورية على أشخاص معتقلين. الأجهزة الأمنية هي بتخاطب وزير المالية بإلقاء أو تجميد الأموال أو مصادرة الأموال بموجب المرسوم 63 اللي أعطى سلطات الضابطة العدلية اللي هون المقصود فيها الأجهزة الأمنية، أنه سلطة أو صلاحية مخاطبة وزير المالية لإلقاء المصادرة أو تجميد الأموال على أموال الأشخاص المعتقلين والمعتقلات. هون التحدي رح يكون انه المخاصمة لازم تكون للأجهزة الأمنية، ولكن انت الأجهزة الأمنية بنعرف بسوريا ما أنا جسم واضح للجميع او ما أنا كيان واضح، فبتكون الإجراءات مخاطبة وزارة المالية مباشرة واللي هي ممثلة بمديرية المصادرة والأموال المستردة، بيتم تقديم طلبات للأشخاص او ذوي المعتقلين لإلغاء هذا التجميد او المصادرة بصفة ورثة خلال إثبات حصر إرث شرعي أو حصر إرث قانوني وفق الملكية. ممكن تقديم طلبات لوزارة المالية عن طريق مديرية المصادرات ليتم مخاطبتهم للأجهزة الأمنية من خلال وزارة المالية لطلب رفع المصادرة، وهذا كمان برجع تاني لتقدير الأجهزة الأمنية إذا هي وافقت أو ما وافقت، أو حتى على الأقل إذا تنازلت خليني أقول بين قوسين وأجابت على هيك طلبات، لأنه الأجهزة الأمنية بتعرفي أنه ما في أي رقيب عليها وما في أي سلطة عليها،
فهم غالبا ما بيجيبوا على هيك طلبات. وخليني اعطيك امثله، كان بديوان المحامي العام بدمشق مثلا كنا نقدم طلبات للمحامي العام لمخاطبه الاجهزه الامنيه لمعرفه مصير الاشخاص المعتقلين. يعني اكثر من 99% خليني اقول لك من الطلبات او اللي نرسلها للاجهزه الامنيه لمعرفه مصير الاشخاص المعتقلين او المختفين ما بيتم الاجابه عليها. البعض الطلبات اللي بيتم الاجابه عليها هي بيكون تم احالته الى الجهات المختصه، واللي بيكون هو الشخص يعني فعليا صار معروف وين هو مصيره، وكان عم صار بسجن عذراء او اطلق سراحه، فهذا الشيء يعني بصير روتيني ما له اي داعي او ما له اي اثر. صلاحيات الأجهزة الأمنية مرة ثانية، صلاحيات محكمة الإرهاب راح تكون تلعب دور أساسي مزاجية، واستثمارك مورد للمال كمان وابتزاز أصحاب الحقوق لحتى ياخذوا منا أموال مقابل رفع الحجز أو المصادر أو التجميد. وغالبا بكون هذه عمليات يعني استغلال ونصب مرة جديدة على أهالي المعتقلين والمعتقلات. نعم. طيب في عندي سؤال أيضا من يحيى الصالح، عم بيقول أنا عسكري وعندي بيت بسوريا باسمي انحجز عليه بس أنا بتركيا، فهون بعتقد سؤال وعم يسأل هل ممكن يعني يسترد الملكية بطريقة ما كونه خارج البلاد؟ يعني هون حتى العفو العام اللي عم يصدر عن بسوريا هو عم يكون عفو شكلي. يعني إذا بنقول العفو الأخير اللي صدر بحجة يشمل المعتقلين بسجن صيدنايا او الافرع الامنيه، بنشوف العدد محدود جدا اللي تم اطلاق سراحهم، يعني لا يتجاوز يمكن 1000 معتقل بكل سوريا بعد 12 سنه من الاعتقالات. فهون كمان العفو ما عم يعطي مفاعيله الحقيقيه، لانه هي هذه المراسيم والقوانين عم تطلع لمخاطبه المجتمع الدولي ومخاطبه الخارج وليس لمخاطبه المواطنين السوريين او لايجاد حلول للسوريين. هي فقط لاظهار انه الحكومه السوريه او النظام السوري عم يحاول يلاقي حلول بسوريا، او هو جاد بايجاد حلول لهذه الاشكاليات بسوريا من خلال اصدار هذه المراسيم. خليني اقول لك وهميه هي، لانه عمليا عم يكون تاثيرها او مفعولها كثير محدود وما لها اي تاثير كبير على حاله الاعتقال والاختفاء القسري بسوريا، الا حالات محدوده من خلال الاشخاص اللي بيتم اطلاق سراحهم. فهون بحاله المنشق كمان بدنا نشوف اذا العفو العام بيشمله بداية، والعفو العام بحد ذاته ما بالضرورة لما يتم تنفيذه الأجهزة الأمنية تلتزم فيه مثل ما بنعرف، لأنه هي بتقدر كل شيء، اللي غالبا بتكون هي اللي سبب وراء إصدار القرار بالتجميد أو المصادرة الأملاك العامة. نعم. طيب هون هل يعني يمكن اللجوء لمحاكم دولية يمكن أن تمنح حكم يلغي هاي الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب؟ ما فينا نقول في محاكم دولية بتقدر تنظر بهذا الجانب، لأنه هذا الموضوع يعني لسه ما تم بهذه الإجرائية، لأنه ما في محكمة دولية أصلاً مختصة بالنظر بسوريا. الحالات اللي عم نشوفها بالمحاكمات بأوروبا هي حالات استثنائية كمان بموجب اختصاص عالمي القضائي اللي بيسمح لبعض الدول عندها هذه الصلاحية للنظر بجرائم. وإذا بنشوف العدد المحاكمات اللي تمت بأوروبا كلها هي يعني جيدة أكيد مهمة، ولكن لا تقارن بحجم الانتهاكات وعدد الضحايا وأعداد المنتهكين نفسهم. يعني نحن عم نحكي عن بعض المجرمين بهذه الحالة، فما فينا نقول بهذا الجانب أنه في محاكم دولية مختصة بهذا الموضوع. ولكن بالمقابل ممكن مخاطبة المقررين الخواص اللي بيتبعوا الأمم المتحدة لحتى تقديم شكاوى على أمل مخاطبة السلطات السورية أو الضغط عليها بشكل أو بآخر لحتى إيجاد حل لهذا الموضوع. وللأسف هذا الموضوع بياخذ وقت وإجراءات طويلة، وغالبا مثل ما بنعرف الحكومة السورية بتتعامل ببرود مع الأمم المتحدة ومع الضغوطات الدولية، لأنه هي مسيطرة على الأرض وبتعرف أنه هذا السيطرة هي اللي بتخليها تفرض اللي بدها إياه لحد الآن بعد 12 سنة من هذا، خليني أقول لك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسوريا. نعم. طيب كمان أستاذ إبراهيم بالختام، نصيحتك بهيك حالات خاصة يعني أنه بيكونوا خارج البلاد، ونعرف أنه لما بيكون في ممتلكات مثل صاحبة القصة السيدة رامية اللي سمعناها ببداية الحلقة،
يعني هي موجودة في لبنان واليوم عم بتحاول توكل محامي أو محامي عم يشتغلوا بالأوراق، رغم أن الصعوبة هي تحصل على محامي قبل القضية، كان في كتير يعني رفض من عدد كبير من المحامين. فنصيحتك للأشخاص اللي هني اليوم خارج البلاد وعم بيكونوا عرضة للاستغلال والجشع من قبل عدد من العاملين بهذا النوع من القضايا في سوريا؟ يعني هون عندنا كمان للاسف يعني جزء كبير من المهجرين او النازحين او المشردين داخليا او اللاجئين، يمكن اكثر من 70% من السوريين اللي خرجوا من سوريا او لحد الان باماكن داخل المخيمات بسوريا ما عندهم الوثائق الرسميه. في عندنا تحديات كثير كبيره حتى لاثبات الزواج، مثلا اذا كان في زوجه تزوجت من مقاتل ما تم اثبات زواجها، او حتى اللي كانوا بالمناطق المحاصره ما تم إثبات زواجهم، فكيف بده يتم إثبات الملكية؟ وكمان النسب لأطفال من أشخاص توفوا أثناء النزاع أو أثناء القتال أو أثناء القصف حتى من المدنيين، هون في إشكالية كمان لإثبات. فهذا التحدي داخلي وخارجي، يعني مو بس للي بالخارج سوريا اللاجئين. الأفضل هو دائما اتباع التواصل مع محامين ليتواصلوا يكونوا مثل هذول الأشخاص إذا قدروا يحلوا مشكلة الوثائق الرسمية. محامين موثوقين من قبلهم أو هم بيعرفون بشكل شخصي أو أصدقاء العائلة أو أقرباء العائلة ممكن يكونوا هم الخيار الأمثل، لأنه كمان للأسف محكمة الإرهاب كانت بوابة لجزء كبير من، خليني أقول لك معلش، أنه ما بين قوسين محامين هم، لكن هم كانوا سماسرة للأجهزة الأمنية، انتقلوا حتى من محافظات ثانية لدمشق لحتى يكونوا وسطاء بين الأجهزة الأمنية أو قضاة بعض قضاة المحكمة الإرهاب وبين أهالي المعتقلين اللي يبتزون مالياً ببعض القضايا. فهون مهم جداً أن يكونوا متواصلين مع أشخاص موثوقين فعلياً لحتى يكونوا هم الوسيط لحتى يتابعون هاي الإجراءات القضائية. يعني مثل حالة السيدة رامية إزالة إشارة الحجز كونه توفى قبل ما يصدروا الحكم، هون ما عم بيأثر كتير يعني بصراحة، ولكن لازم المحامي ممكن هو يتبع الإجراءات اللي حسب الجهة اللي أصدرت القرار التجميد أو المصادرة. إذا كانت محكمة الإرهاب ممكن يطعن بالقرار أو مراجعة النيابة العامة لمحكمة الإرهاب لطلب رفع المصادرة أو الحجز. إذا كان صادر على الأجهزة الأمنية ممكن مراجعة وزارة المالية لطلب لمخاطبة الأجهزة الأمنية بالمطالبة برفع هذه المصادرة أو التجميد لهي الأموال. ولكن الحل الأمثل دائما انه نكون اشخاص موثوقين، ما نكون مع اي اشخاص ما بنعرفهم، لحتى يكون على الاقل ما نضمن انه في حالة جديدة من ضياع الحقوق او مرحلة جديدة بتخلي العملية اكثر تعقيد مما هي معقدة حاليا. نعم، بدي اتشكرك جدا استاذ ابراهيم القاسم المحامي الحقوق السوري لوجودك معنا اليوم بطابو اخضر، كل التحيات. شكرا للجميع، تحياتي. شكرا. اليوم وصلنا معكم لختام الحلقة الثالثة من برنامج طابو أخضر، ورح يبقى دائما الباب مفتوح أمام أسئلتكم واستفساراتكم لطرحها على الخبراء القانونيين. بإمكانكم مشاركتنا فيها عن طريق المنشور المثبت الخاص ببرنامج طابو أخضر على صفحة روزن الرسمية على فيسبوك، بالإضافة فيكم تشاركونا عبر رسائل الواتساب على الرقم 0993505238. فيكم تضيفوا هاشتاغ طابو أخضر ليسهل الوصول لإلها. ولهون مننهي حلقة اليوم، شكرا لكل يلي تابعونا، والشكر أيضا لفريق العمل. قدمت هذه الحلقة بالتعاون مع منظمة اليوم التالي وشراكة بالإنتاج مع نوفوتوزون. انتظرونا الأسبوع القادم بنفس التوقيت على الساعة 2 بتوقيت سوريا، والإعادة يوم الأحد أيضا على الساعة 6:30 مساء. كنت معكم نيلوفر.